السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا حسن مسعد، اليوم سوف نتعلم سياسة تعمل نظام لينكس في الحلقة 33، بعض المفاهيم الجديدة وبعض الأوامر الجديدة التي سوف نقوم بتطبيقها عن شيل سكريبتينج، وهو مفهوم الإف. أولا ندخل إلى مفهوم سورس أو المصدر. هذه المفاهيم سوف نقوم بتطبيقها الآن. سوف بعد لاحقا سوف نتعرف عن المفاهيم. أولا المصدر أو مصدر الحق، وهذا المصدر، وهناك ما تشاهدون الموقع، هذا هو الموقع. وسوف نشارك الموقع أو رابط الموقع في أسفل الفيديو في الوصف. الآن نقوم بالتطبيق ولكن على إف، وبعد نفهم المعاني. نقوم بحذف هذه. اولا نقوم بكتابة إيه، وهنا الشرط، هنا نقوم بكتابة تيست. هنا التيست تعني الاختبار او الشرط، وليعطي لهذا الامر. والان نقوم في كتابة مثلا، اولا نقوم بانشاء فاريبل او متغير مثلا ايكو، ثم هنا ندخل اي شيء، وهنا ريد مثلا، وهنا لنقارن الادخال مثلا نقوم بعمل الدولار، وثم اس اي ار نقوم باضافة ماينس اي كيو، تعني ايكوال اي يساوي اي كيو، وثم 16 مثلا، وثم نقوم بإدخال زين، نقوم بكتابتها، وفي السطر الأسفل نقوم بطبعة إيكو، أي إن تنفذ هذا الأمر أو نجح هذا الأمر ثم بطبعة لي مثلا دبليو أو دبليو علامة تعجب. وثم لدينا أيضا الإلس، إذا لم يتطبق هذا الأمر، وثم إيكو يطبع لنا نو. الآن نقوم بحفظه. الآن لنقوم بتطبيقه أو بتجربة الأمر. الآن هنا كما تشاهدون يطلب منها الإدخال، نقوم بإدخال رقم 6 وإنتر. الآن لدينا خطأ، لماذا؟ لأننا لم نغلق الإف إف أو لم نقم بإغلاقه، نقوم بإغلاق إف أي عكسها كما تشاهدون. الآن نذهب نقوم بإدخال 6 وإنتر. نوبا، لماذا؟ لأنها لا تساوي 16. نذهب وندخل 16، كما تشاهدون قاموا بطباعة الواو. الآن ندخل رقم 19 نوبا. الآن نتعلم على أمر آخر، وهو NE تعني not equal، أي لا يساوي. نذهب إلى الملف ثم نضيف الـ NE NE، نقوم بعمل هنا فراغ كما تشاهدون. والآن نقوم بتطبيق الأمر، نقوم بكتابة 5 واو، قام بطباعة لنا 16. نقوم بتنفيذ الأمر، وثم 16 كما تشاهدون قاموا بطباعة لنا النوبات لأنها لا تساوي هنا، أي لا يساوي 16 أو ما عدا 16. الآن نقوم بتطبيقه ولكن على 19 كما تشاهدون. الآن نتعلم عن جي تي، وهو الأكبر من جريدان. الآن نقوم بكتابة جي تي greater than، وثم نقوم بطباعته 2
نوبات الآن لأنها ليس أكبر 16 أي يساوي أيضا نوبات. لماذا؟ لأن نحن لم نعطي equal أو يساوي. الآن لنقوم بالتطبيق أكبر من 16 19 قم بتطبيق واو أو نجح الأمر. الآن لدينا أمر آخر أو مفهوم آخر وهو جي إي هنا إذا يساوي 16 سوف يقوم بطباعته سواء كان أكبر أو يساوي 16. الآن نقوم بتطبيق 13 نوبات 2 أولا 2 نوبات كما تشاهدون هنا 16 ونجح الأمر وهنا أيضا 17 نجح الأمر لدينا سواء كان أكبر من أو يساوي. وثم نتعلم على LT أو أصغر من less than LT هنا نحاول 5 كما تشاهدون لأنها أصغر من 16. هنا الآن سوف نقوم بطباعة 15 واو هنا 16 نوبات. لماذا 16 لأنها ليست أصغر من 16 أيضا أي يساوي 16. الآن سوف نقوم بطباعة أكبر من 16 وهي 19 أيضا عاد الناتج نوبات وهكذا. الآن نتعلم اليساوي LE وهو المفهوم الأخير. أولا LE 16 الآن نقوم بتطبيق ال 13 واو لأن أصغر من 16 هنا 16 يساوي 16 يقوم بطباعة الواو كما تشاهدون هنا إن قمنا بطباعة الأكبر من 16 لا يقوم كما تشاهدون إذا واحد قامت بطباعة واو أي نجح الأمر كما تشاهدون. هذا هو البرنامج القصير أو سكريبت قصير. لدينا أيضا هذا البرنامج نستطيع من تطبيقه وكما ترون هذا المربع وبعد المربع الكلام يعتبر التعليق يعتبر التعليق وهكذا كما تشاهدون. هنا يطلب العمر للإدخال وهنا العمر متغير وهكذا. نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله ولا تنسوا دائما حاول أن تتعلم الجديد واعلم لماذا هنا نستخدم التست وحاول أن تقوم في تغييره لأننا في هذه الحلقة لم نحاول أن نقوم في تغييرها. ومع السلامة نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.